سيادة اللواء، لك كل الترحيب من العراق، أهلا ونتشرف بوجودنا ووجودك معنا في هذه الحلقة. الانسجام الدولي مع فلسطين موجود، هذا ما أكده وزير الخارجية الفلسطيني في زيارته إلى العراق قبل أيام. حينما نتحدث عن الدور الشعبي، نتحدث أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية منذ أربعينيات القرن الماضي. اليوم الجيل يستقي معلوماته من السوشيال ميديا، هل تتفق مع من يرى أن في ذلك خطورة بالنسبة للمعلومات التي يستقيها؟ بالطبع يا فندم، أتفق مع حضرتك على خطورة المعلومات التي يتم ترويجها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذه المعلومات قد تحتوي على معلومات مغلوطة أو غير دقيقة أو مجهولة المصدر، ومع الأسف بيتم ترويجها ويتم نشرها، وبناء عليه تؤثر هذه المعلومات المغلوطة على الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الثقافية، كما تؤثر على العلاقات بين الأشخاص. نعم أكيد.